من قدم درة. هكذا أيها المتابعون ينطلق رابع أشواط هذا المساء الجميل ورابع الأشواط الخاصة بالجعدان. الثنايا المحليات الأصايل البندقية تنتظر الفائز بالمركز الأول من هذه الهجن العملاقة، والثمانية كيلومترات هي المسافة المقررة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نسير مع مقدمة هذا الشوط ونتعرف على الصدارة الأولى وعلى المركز الأول. مرحب هجن الشحانية، فاران بن محمد بن قريع المري الصامل يقدم لنا مرحب ويتقدم في هذا الشوط. من فاز في الشوط المفتوح يتقدم الصامل احد شبابنا المضمرين، ويتقدم شعار هجن العاصفة صاحبة الرمز المفتوح في هذا المساء مع الشاهد. يتقدم شعار هجن العاصفة صاحبة الرمز المفتوح في هذا المساء مع الشاهينية. وغياث الهلالي ياتي مع شاهين مقدما انطلاقة قوية على المركز الثاني. النقلة مباشرة مع شاهين على المركز الثالث. هجن زعبيل المتألق راشد بن محمد بن مروشد يتواجد بن مروشد ويقدم لنا شاهين المركز الرابع. يتقدم شاهين لهجن العاصفة العملاقة. ياتي غياث الهلالي في عملية التضمير والتدريب بينما وصل المصير هجن الشحانية. جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل يتقدم البرنس، يصل في هذه اللحظات على المركز الخامس. هذه الخمسة المراكز الأولى المتقدمة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام في هذه الانطلاقة وفي هذا التميز. أعود إلى مقدمة الشوط لأجد مرحب على الصدارة، مرحب على المركز الأول. يتقدم هذه الأسماء لهجن الشحانية. الصامل من يقود مرحب، الصامل من يقود مهول، ياتي في هذه اللحظات يتقدم من خلال هذا التواجد. ياتي في المركز الاول هجن الشحانية وبقيادة فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري. يتقدم المركز الثاني هجن العاصفة. هجن العاصفة تقدم انطلاقة شاهين على المركز الثاني. ياتي بهذا الاندفاع القوي والعملاق غياث الهلالي، يقدم هذه الاندفاع ويقدم هذه الانطلاقة القوية مع شاهين كما قدم لنا الشاهينية ايضا في اول اشواطنا لهذا المساء. ومع كاس الكؤوس الذي ذهبت به هجن العاصفة مع الشاهينية المركز الثالث. شاهين هجن زعبيل المتألق المبدع دائما راشد بن محمد بن مروشد يقدم لنا هذا الاسم. المركز الرابع وصل شاهين في رابع المراكز لهجن العاصفة. وغير الهلالي يتواجد يتقدم من خلال هذا الاسم، اسم شاهين على المركز الرابع. المركز الخامس وصل شعاري درة لياتي مع شاهين لهجن الرياسة. المجازف محمد عتيج بن زيتون المهيري يتقدم مع المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى البندقية لمن سوف تكون لهذه المؤسسات العملاقة والداعمة لهذه الرياضة العربية الأصيلة. الله 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 الله. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى الصدارة. مرحب يتقدم لهجن الشحانية ويتقدم الصامل فاران بن محمد بن حمد بن قريع يتقدم في المركز الاول في الصدارة الاولى في المقدمة الاولى. مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام الترحيب في هذه اللحظات بسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم لمتابعة هذا المساء الرائع. مرحبا يا ابو مكتوم، مرحبا يا ابو مكتوم بهذا الحضور الميمون والمشرف وناموس يا ابو مكتوم على فوز هجن العاصفة. اعود الى مقدمة الشوط والى المركز الاول. هذا هو مرحب في المركز الاول هجن الشحانية. يتقدم الصامل فاران
كرام بن محمد بن قريع يتقدم في المركز الأول، بينما المركز الثاني الوصول في ثاني المراكز والدخول هناك من شاهين. هجن العاصفة، هجن العاصفة، غياث الهلالي يتقدم مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. المركز الثالث شاهين لهجن العاصفة وغياث الهلالي. المركز الرابع وصل شاهين، هجن زعبيل، راشد بن محمد بن مراشد، الدخول من شاهين لهجن الرياسة ومحمد العتيج بن زيتون المهيري، التغيير من الزاوية الاخرى. هذا المصير، هذا المصير بدأ يتقدم، هجن الشحانية والبرنس جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري. سلام، وصل 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 في هذه اللحظات، وصل مضمر الدوحة ومضمر عسيلة، يتقدم جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري. يا لها من أسماء قوية قادمة من المناطق الخلفية. بدأنا بالانحناء الأخير والاتجاه إلى المنصة الرئيسية. الله 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 الله، حزام الغابات، حزام الغابات. يا سلام، الصدارة وين؟ مرحب على المركز الأول، مرحب على المركز الأول. 3 كيلومترات المتبقي وبقيادة مرحب. هجن الشحانية تتقدم بقيادة المضمر فاران بن محمد بن قريع الصامل. من قدم مهول، من قدم مهول في هذا المساء واستطاع أن يظهر ببندقية الجعدان المفتوح ياتي ليقدم مرحب. المركز الثاني، المركز الثاني، شوفوا الوصول، شوفوا الدخول. الله 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 الله، يا لها من أسماء. وصل المصير، وصل المصير، هجن الشحانية، البرنس جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل يتقدم. شوفوا هذا المنظر في الكادر الأول. الله، يا لمسات هذا المخرج والمبدع دائما وابدا هنا ضمن انطلاقتي والنقل الحي والمباشر من قناة دبي ريسنج وقناة ياسر الرياضية وقناة الكاس وجميع القنوات. وصلت هجن العاصفة، وصلت هجن العاصفة على المركز الثالث. ايضا تقدم لنا شاهين وبقيادة غياث، وبقيادة غياث الهلالي. المركز الرابع يتقدم شاهين لهجن زعبيل، راشد بن محمد بن مراشد ياتي في المركز الرابع مقدما لنا هذا الاسم. المركز الخامس شاهين لهجن الرياسة، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. الله، يا البندق، البندق وين؟ وين بيروح؟ 2 كيلومترات انقضت، 6 كيلومترات، ومرحب على الصدارة، مرحب على المركز الاول. ارحبوا مع مرحب على مقدمة هذا الشوط لهجن الشحانية فاران بن محمد بن قريع الصامل. وصل البرنس، وصل البرنس ليقدم المصير جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري. الوصول من شاهين، وصلت هجن العاصفة وتقدمت هجن العاصفة، غياث الهلالي، هجن زعبيل، هجن زعبيل خاتمة بكل قوة لتتقدم من خلال شاهين المتألق راشد بن محمد بن مراشد. 1600 متر المتبقي، هجن الرياسة قادمة مع شاهين على المركز الخامس، والمجازف محمد عتيج بن زيتون المهيري. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى شعار الأدعم على المركز الأول. 400 متر الأخير مرحب، مرحب، أو عفوا 1400 متر المتبقية عن خط النهاية. الله 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 الله، أحلوت المنافسة. هجن الشحانية، هجن زعبيل، هجن العاصفة، هجن الرياسة. 1200 1200، ويبان الزين هني، يبان الزين. مرحب، مرحب، المصير، هجن الشحانية، هجن الشحانية، البرنس والصامل. وصل المتألق، وصل المتألق مع هجن زعبيل راشد بن محمد بن مراشد. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر المثير، وصل شاهين هجن العاصفة، وصلت هجن الرياسة مع شاهين ايضا، ولكن الصدارة المصير، المصير على المركز الاول، على الصدارة الاولى لهجن الشحانية، هجن العاصفة، هجن زعبيل. جولة الاوامر، حرك
عندك روح ما شاء الله. هجن العاصمة هجن العاصمة هجن العاصمة. المركز الأول في الرقم ثلاثة، المركز الأول للشوط المفتوح أيضا في الرقم ثلاثة. هجن فساع هجن سيدي حمدان، تتقدم من خلال هذه الانطلاقة ووصل شاهين. هجن زعبيل هجن زعبيل يتقدم أيضا من خلال راشد بن محمد بن مراشد. هجن العاصمة على الصدارة على المركز الأول، هجن أيضا العاصمة في المركز الأول في الصدارة الأولى مع شاهين. أيضا الحركة بدأت وجولة الأوامر ما شاء الله تبارك الله. شوفوا الانطلاقة والتحدي والإثارة. هجن العاصفة هجن العاصفة هجن العاصفة. تهانينا عبر الهواء مباشرة، تهانينا لسيدي فزاع، تهانينا لسيدي حمدان، تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على هذا الفوز. رمزين رمزين، والتهنية الكبيرة التهنية الكبيرة بحجم الكون لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم على فوز هجن العاصفة. المركز الثاني شاهين لهجن زعبيل. المركز الثالث ايضا الوصول بالمركز الثالث من كان واصلا هو البصير هجن الشحانية. المركز الرابع مرحب لهجن الشحانية. خامسا وصل هناك اللي هو شاهين لهجن الرياسة. تهانينا والناموس تهانينا لهجن العاصفة والفوز برمزين في هذا المساء الجميل. وايضا الكل يحمل الرقم ثلاثة، يا سلام السر في رقم ثلاثة ما شاء الله وتبارك الله. توقيت حمل إشارة ممتاز 12 دقيقة 5 ثواني و6 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لغياث الهلالي، تهانينا لهذا الشعار. بينما المركز الثاني وصل في شاهين 12 دقيقة 8 ثواني 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن زعبيل، تهانينا للمتألق راشد بن محمد بن مروشد على هذا الفوز. المركز الثالث وصل البصير لهجن الشحانية، تهانينا لهجن الشحانية وتهانينا لجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري 12 18 و5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. هكذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام كانت الانطلاقة وكان التحدي، ولكن شاهين لهجن العاصفة من فاز بهذا الرمز. تهانينا والناموس. أنقل الكلمة للزميل أبو سعد مطلق بن علي العنزي.